يساعد فيتامين د على تقوية العظام والحماية من العديد من الأمراض، ولكن مستوى هذا الفيتامين الذي يبنيه الجسم بعد التعرض لأشعة الشمس يقل في أجسامنا خلال فصل الشتاء. للحديث أكثر عن فيتامين د ينضم إلينا من جدة أخصائي التغذية العلاجية الدكتور يزيد الجميلي. دكتور، أهلا بك معنا في هذه النشرة. يعني بداية، ما صحة هذه المعلومات عن نقص فيتامين د خلال فصل الشتاء على وجه الخصوص؟ أهلا وسهلا أخوي حسن. بالنسبة لفيتامين د هو عامل رئيسي والأساس، فنقصه في فصل الشتاء يحدث نتيجة لنقص أشعة الشمس والوقت المتعدد لتسلط اضاءه الشمس. فعندك الان فتره الصيف يكون تعرض لاشعه الشمس من الساعه السادسه من الساعه الثامنه حتى الساعه العاشره، بينما في فتره الشتاء تكون من الساعه العاشره حتى الساعه الثانيه ظهرا. ففي هذه الفتره يقل تعرضنا لاشعه الشمس، بالاضافه الى في عوامل كثيره تؤدي الى نقص تعرضنا لأشعة الشمس واستفادتنا من الأشعة البنفسجية. من ضمنها السحب، تكون السحاب، الضباب الدخاني اللي معروف بالتلوث، من ضمنها برضو الموسم، نوع الموسم ووقت التعرض لأشعة الشمس. هذه العوامل تؤثر في تكوين فيتامين د داخل الجسم عن طريق الشمس. ما هي أهمية وجود هذا الفيتامين بشكله الطبيعي داخل الجسم؟ فيتامين د هو عبارة وظيفته يمتص الكالسيوم في الأمعاء الدقيقة، ومن ثم يقوم بتقوية الجهاز، تقوية العظام وتكوين العضلات. وفي الدراسة الأخيرة أثبتت أن فيتامين د له علاقة في الوقاية من بعض أنواع السرطانات، مثل سرطان عندنا سرطان أنواع السرطان مثل سرطان القولون، البروستات، وسرطان الثدي، هذا يقي منه فيتامين د. أيضا فيه التكوين بالنسبة لنا عندنا في الجهاز المناعي والإصابة بالإنفلونزا، هذه لها علاقة كبيرة مع فيتامين د. فنقصه يسبب تعرض للإنفلونزا بشكل كثير، نقصه يسبب هشاشة العظام لدى البالغين، يسبب كسح العظام لدى الأطفال. طيب، كذلك ربما ينتشر كما نلاحظ تنتشر هشاشة العظام، ويبدو هذا يعني يؤثر بشكل كبير فيتامين د عليها. صحيح جدا. بالإضافة إلى أنه هنالك أغذية تساعد جدا على رفع فيتامين د، مثل كبد الحوت، أو عندنا أنواع من الأسماك، السردين، السلمون، التونة، وهنالك برضو اللحم، الحليب، والأغذية المدعمة بفيتامين د. بالإضافة إلى أنه تعرض لأشعة الشمس، يكون عندنا أحيانا المنتجات الجديدة الآن الواقية للشمس تمنع امتصاص فيتامين أشعة الفوق البنفسجية التي تصنع فيتامين د. وكلما كانت لون البشرة داكن كلما ضعف تصنيع فيتامين داخل الجسم. بالإضافة إلى أنه هنالك لما تكون مشاكل في وظائف الكلى أو وظائف الكبد، لأن الكلى والكبد هو العامل الأساسي في تنشيط فيتامين د المصنوع من أشعة الشمس. لما يكون في ضعف في الامتصاص في الجهاز الهضمي، فيأثر علينا إحنا بالتغذية. لما نتناول اللحوم والأسماك والأغذية المدعمة بفيتامين د، يكون هنالك ضعف في امتصاصه. هذه العوامل أساسية وتسبب في نقص فيتامين د. طيب، يعني لا أعلم يعني إن كان لديك أي معلومات حول زيادة نشاط الإنفلونزا هذا العام مقارنة بالعام الماضي. يبدو كذلك أن وزير الصحة صرح بذلك. هل ممكن أن تفيدنا عن يعني زيادة هذه النسبة بشكل خاص هذا العام؟ نعم، صرح وزير الصحة بأن زيادة النسبة 30% عن العام الماضي، وانطلقت حملة موسمية في تطعيم ضد الإنفلونزا. أيضا الإنفلونزا أو التطعيم اللي قاعد يسوون للإنفلونزا هذا يعطي
في يحمي من الإصابة بنسبة 60%، وأيضا يحمي من يقلل من مستوى الإصابة والاستشفاء إن شاء الله 80%. ولكن يعني إلى ماذا يعود نشاط الإنفلونزا هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟ لأنه ما كان هنالك رغبة في أخذ اللقاح عند المجتمع، لأنه الآن في وقفة في أخذ اللقاح، فإحنا نساعد الآن وننصح أنه لازم الواحد يأخذ اللقاح حتى أنه يقلل من إصابة الإنفلونزا. الآن البعض يقول أنه أنا أخذ اللقاح ويجيني المرض أو يجيني الإنفلونزا. الإنفلونزا هو عبارة اللقاح الإنفلونزي هو مثل أي لقاح، يصاحب بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الصداع، ولكن هي فترة وتزول. بالنسبة للقاح كيف يستطيع الشخص التأكد من أن هذا اللقاح غير مغشوش؟ يجب أن يأخذ من المصدر الأساسي وهو وزارة الصحة. هي عندنا إحنا هنا المراكز الصحية، أي مركز صحي يقدر يروح الشخص ويأخذ اللقاح بدون أي موعد. بالنسبة للقاح في أعراض تكون ننصح بعدم أخذ اللقاح في هذه الأعراض، مثال لما يكون عندك حساسية في البيض، أو يكون عندك ارتفاع شديد أو متوسط في درجة الحرارة لمن أقل من 6 أشهر، أو هنالك تحسس شديد أثناء أخذ اللقاح في المرة السابقة. شكرا جزيلا لك من جدة دكتور يزيد الجميلي أخصائي التغذية العلاجية، أشكرك جزيلا.